الخبر اللي جاي بالنسبه لي هو خبر ممتع وخبر رائع وخبر ممكن ما حدش يبص له كتير، ولكنه في النهايه تعرف قيمه النادي الاهلي، تعرف قيمه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي موجودين، تعرف قيمه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي موجود. الحقيقه هو خبر الاهلي بيعلن التعاون مع لا ليجا لدعم مستقبل كره القدم من خلال التعليم. الحقيقه خبر رائع جدا وخبر مهم جدا، لانه زي ما قلت لحضراتكم بيعرفك يعني ايه قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي اعلن عن التعاون مع رابطه الدوري الاسباني لكره القدم لا ليجا، وذلك من خلال ايه بقى؟ من خلال ايه؟ من خلال القسم التعليمي للرابطه لاطلاق دوره ضمن برنامج ماجستير اداره الاعمال MBA. ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الأسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل. وقد وقع اختيار رابطة الدوري الأسباني لا ليجا على النادي الأهلي للتعاون معه في ماجستير إدارة الأعمال MBA بصفته أحد أكبر الأندية في كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية. يركز برنامج رابطة الدوري الأسباني ماجستير إدارة الأعمال لا ليجا على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير. خدوا بال حضراتكم الكلمة اللي جاية دي لأنها كلمة مهمة جدا، قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي دايما الناس بتفكر فيه، وبالمناسبة هو ده دايما اللي النادي الأهلي بيفكر فيه خلال الدفع بدماء دائما جديدة وقيادات جديدة بتشوفوها من خلال الشركات اللي تم طرحها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال والاستناد إلى دراسات الحالة من لا ليجا وأنديتها الـ 42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة بلا ليجا وآلياتها الفعالة. يتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها رحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، وإلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم مثل النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم. وطبعا خلال هذه الدورة سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي بعنوان من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية، رحلة نادي القرن الأفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية. يعني حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة جدا نحن نسمع مثل هذا الكلام. النادي الأهلي الحقيقة والنادي الأهلي بإيه؟ بجمهوره، زي ما شفت حضرتك أكبر قاعدة جماهيرية في واحدة من الدراسات العملية لحضرتك عايز تطور نفسك في صناعة الرياضة وفي صناعة الترفيه، يبقى من خلال النادي الأهلي. وده الدور المجتمعي اللي دايما بيقوم به النادي الأهلي من خلال مجلس إدارته، بداية من الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة اللي متواجدين في النادي الأهلي.